بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف مع بعض بيم 360 جرو على الايباد، بس في الاول هدخل سيتنج اشوف الاعدادات بتاعته. هنا بلاقي اول حاجة عندي اللوكيشن، هل هو ليه صلاحية ان هو يعرف اللوكيشن بتاعه ولا لا؟ نوتيفيكيشن ان هو يديني شوية، كل شوية مثلا لو في جديد يقول لي. تمام. ريموف ان يوزد موديل، لو في موديل بقالي فقط فترة كتيرة ما استخدمتوش هو اوتوماتيك يلغيه. اليونت اللي انا اشتغل عليها هشتغل بالامبريال ولا بالمتريك. شو الاكس والواي والزد ديفرنس عايز تشوفهم ولا لا؟ شو جريد لاين ان موديل فيو، شو جريد لاين ان ماب زي ما انت عايز. الباك جراوند كولر هتختار اي لون انت عايزه. الباك جراوند كولر، بعد كده شو ناتيف فيو بوينت، وبعد كده الفيرجن. دي الاعدادات قبل ما ادخل على برنامج بيم 360 جلو. تمام. بلاقي عندي هنا اليوزر، تمام، هقول له سيمبل موديل، بفتح موديل منهم. بيقول لي هنا الماب بحيث تعرف انت فين، الموديل، السيفت فيور، الميجر. فهتلاقي ان انت عندك بسهولة جدا ان انت تتجول حوالين المبنى، تبدأ تشوفه في قلب الايباد، بحيث لو انت في موقع تقدر تشوفه. ممكن ما يبقاش عندك نت، هو خلاص اتخزن عندك، لو مش محتاج كل شوية يبقى عندك في النت، بحيث لو الموقع مفهوش نت مفهوش مشكلة. تمام. تقدر تختار انت تبقى موجود فين، الليفل، انا ليفل. تمام. تختار الموقع بتاعك انت عايز تبص فين، جو، فيبدأ يوريني المبنى بالشكل دوت. تمام. هنا بقى ممكن لو انت عندك كذا موديل تقدر تتحكم فيهم، عايز تظهر اللي انت عايزه او تخفيه اللي انت مش عايزه. تمام. ممكن تبدأ تقيس مثلا من هنا لهنا، هيقول لك المسافة قد ايه. تمام. او من عنصر لعنصر المسافة بينهم قد ايه. فزي ما انت شايف البرنامج سهل وبسيط ان انت تستخدمه.